Hello everybody, Zainab here for WTOL. I hope everyone's having a great Monday on this very windy day. Our Jensen Strzok not too long ago just gave an update on the coronavirus that the Mike DeWine, our governor Mike DeWine, gave out this earlier today. And our Roxanne Elias just got done speaking Spanish of the corona updates as well. So I'm gonna go ahead and give an update in Arabic as well for the non-English speakers out there. So if you'll excuse me, I'm gonna switch over to Arabic. مرحبا اسمي زينب شايب انا صحفيه هون بالدبليو تي او كنال 11 وراح اقول لكم شو الحاكم مايك دواين قال اليوم وشو صار باللوكس كاوني كمان نفس الشيء. أول شيء بدي أقول إذا حدا عندهم سؤال أو حابين يقولوا لي شيء فيكم تبعتوا لي رسالة أو كومنت هلا على الفيسبوك لايف وبرح شوفها كمان هلا أو إذا نسيتوا فيكم ترجع تبعتوا لي رسالة بس يخلص وأنا برد عليكم خبر. أول شيء بدي أقول الأرقام عن الكورونا فيروس كم شخص عندهم الكورونا فيروس بأوهايو. هلا في 6881 شخص عندهم الكورونا فيروس بأوهايو مش في أمريكا كلها بس بأوهايو هالولاية وصار 264 عالم ماتوا من الكورونا فيروس بأوهايو. So انتبهوا حالكم أو الأرقام بلوكس كاوني في 515 شخص عندهم الكورونا فيروس بلوكس كاوني. النمرة كبرت أكيد وكل يوم رح نشوف يكبر الكورونا فيروس كيسز فرح عيدة بعد مرة بلوكس كاوني في 515 شخص عندهم الكورونا فيروس بلوكس كاوني و 22 شخص ماتوا من الكورونا فيروس. سو دير بالكم كل يوم بيكبر الارقام بس خليكم بالبيت خليكم تضلكم تغسلوا ايديكم وانتبهوا حالكم. هلا في كثير عالم عم بيسالوا عن الستيمولس تشيك وفي كثير عالم وصلوا الستيمولس تشيك من الجمعه الماضيه كلهم عم بيشوفوا فيه اجوا الستيمولس تشيك. سو اذا بعد ما جبت الستيمولس تشيك اتس اوكي للثلاثة عم بيقول في اكثر شيء العالم رح يوصلهم الستيمولس تشيك هالونزداي يعني الثلاثة. سو بعد كم يوم اكثر شيء العالم رح يوصلهم الستيمولس تشيك. سو خليكم صابرين شوي رح يوصلكم بس اكيد اذا عندكم عملتوا التاكسز بالدايركت ديبوزيت الستيمولس تشيك رح يوصلكم بالدايركت ديبوزيت واكيد اذا عبيتوا التاكسز بالميل اذا يجيكم بالبريد كمان الستيمولس تشيك رح يبعت بالبريد بس بيقولوا انه الدايركت ديبوزيت الدغري بالبنك رح يجوكم قبل العالم طلبوهم يبعتوهم بالبريد. سو في أشخاص وصلن الستيمولس تشيك من الجمعة الماضية بس في كتير عالم بعد ما وصلن الستيمولس تشيك فتلاتة رح يوصلن هالوينزداي. سو تشوفوا الدايركت ديبوزيت بركي وصلكن هلا ومش عارفينين. والموضوع عن الـ unemployment في كتير عالم عم بيقولوا انه عم بيتصلوا وحتى الحاكم مايك دوين الحكومة عم بيقول انه بيعرفوا انه في كتير ضغط بالخطوط تبعت الـ unemployment بس طولوا بالكم شوي واذا سكر الخط من الورا في كتير عالم عم بيدقوا اذا سكر الخط رجعوا اطلبوا وبدكم طولوا بالكم شوي بس اذا بدكم تشتغلوا وعايزين شغل وانتو قادرانين اصلا قادرانين تشتغلوا الشباب وصبايا اذا خسرتوا شغلتكم شغل وقادرانين تشتغلوا فيكم تعبوا للشغل في فوق 40,000 شغل عم يطلبوا شغيل. الويب سايت coronavirus.ohio.gov/jobsearch فيكن تشوفوا الشغل إذا عايزين شغل مثل ما بقولكم كمان هول بس للعالم قادرانين يشتغلوا مش للكل أكيد وحاطين هلأ في 40,000 شغل عم يطلبوا شغيلة عايزين كتير عالم لا يشتغلوا.
الموضوع عن السجن، هلا في كتير عالم بيسألوا شو بيعملوا بالسجن. هلا كل واحد بيشتغل، وحتى العالم قاعدين بالسجن بياخدوا الحرارة، بيفحصوا الحرارة، فإذا شافوا حدا بيجن شغيلة الحرارة طالع عالي بيودوهم على البيت، يخليهم يقعدوا بالبيت 14 يوم. بس وكمان إذا في حدا قاعد بقلب السجن عندهم الحرارة، حتى المايك دواين الحكيم مايك دواين رح يقرر شو بدهم يعمل فيهم وبيحطهم لحالهم. فشوي شوي بس الموضوع تبعت السجن، كل واحد بيفوت بقلب السجن حتى للشغيلة بيفحصوهم يشوفوا إذا هن منيح وقادرين يشتغلوا. كمان الحاكم مايك دوين طلب مننا اليوم الريوبنينج بالولاية، قال انه بده يفتح الولاية اوهايو بس الموضوع صعب شوي. رح قال اصلا يفتح اوهايو رح يكون اصعب من تسكر اوهايو، فلازم يديروا بالكم شويه وطول بالكم. فبدوش ما بدوش العالم يخمنوا اذا فتح الولايه خلص فينا نرجع مثل حياتنا كانت قبل الكورونا فيروس. بالعكس شوي شوي ابي اقول انهم ما فينا نرجع نظهر مثل ما كنا قبل الكورونا فيروس، ما فينا نسلم مثل قبل، بس شوي شوي على مهلكون. هو بده يفتح بس خايف، لان اذا فتح بكير كتير اكيد رح يرجع الكورونا فيروس اقوى من اللي كان هلا. ف طول بيكون شوي، رح يفتح الاوهايو ورح يفتح ولاية بعد مرة، بس اكيد على المهل شوي شوي ان شاء الله. واليوم في طلب جديد، الحاكم مايك دوين كان بيطلب مننا عن القصة النيرسينج هوم، هي بيت العجز. اذا حدا بيشتغلوا بقلب النيرسينج هوم او بيت العجز، بيقول او بيطلب مننا انه إذا سمح الله عندكم الكورونا فيروس أو حسيتوا حالكم عندكم الكورونا فيروس، لازم مفروض تقولوا للحواليكم اللي إذا عم يشتغلوا هونيك قبل 24 ساعة مفروض ليعرفوا حتى اللي يوقف السبريد تبعت الكورونا فيروس. فإذا حدا عايش بقلب بيت العجز النيرسينج هوم أو عم يشتغلوا بيت العجز النيرسينج هوم، لازم وحسوا حالهم انه عندهم الكورونا فيروس لازم يقولوا لحواليهم احسن عندهم الكورونا فيروس. فهاي الطلب الجديد. وكمان في كتير ناس عم بيقولوا لي عن التكست مسج سكام، في كتير عالم وصلوهم تكست مسج او اس ام اس عن السكام. في كتير عالم بيقولوا انه مثلا اذا ما وصلكم الستيمولس تشيك افتحوا التكست مسج وعبوا الانفورميشن كلها عليها. اذا وصلكم هالتكست مسج او اس ام اس ما تفتحوها، او اذا فتحتوها بالغلط اتس اوكي ما بيأثر، بس رجعوا ديليت سكروها. هيدا بيكون سكام، نصابين بيكذبوا وابي يحاولوا ياخذوا المصاري من العالم الستيمولس تشيك. ففي كتير ناس بيقولوا لي انه في كتير نصابين عم بيبعثوا لهم تكست مسج عن الستيمولس تشيك، سو ما تصدقوهم. واصلا اذا حدا بعتكم هالتكست اعملوا له ديليت دغري. سو بدي اشوف اذا في حدا عندهم سؤال. ما في حدا عندهم سؤال، بس بشوف ما في سؤال حديد هلا. Hello everybody for just joining in. I'm just giving a quick update on what Mike DeWine, our governor, spoke about earlier today on updates on the coronavirus, and giving a little quick update on Lucas County's numbers and the cases for the coronavirus in Arabic for those who don't speak English or is not very comfortable in speaking English and they need to have a little bit of difficulty understanding it. So I'm just trying to translate for everybody, for the non-English speakers.
on the coronavirus, our Jensen Strock not too long ago just got done giving an update and everything that I'm saying right now in English. So if you wanted to check that out and that's the language you're looking for, you can check out of this video and it should be located on our Facebook page. And if you're looking for Spanish, our Rex and Elias as well did an update in Spanish as well. But I'm just going to give a quick update for those who are just tuning in Arabic on the coronavirus updates from our governor, Mike DeWine, and our Lucas County updates as well. So I'm going to switch over back to Arabic for the moment. هلا بأوهايو بعد مرة بدي عيد للعالم اللي هلا فاتوا وشكرا واهلا وسهلا لكل اللي فاتوا هلا. بس بدي اقول انه في صار في 6081 شخص عندهم الكورونا فيروس بأوهايو. هلا هاي بأوهايو مش بأمريكا كلها. بدي عيد انه أكيد بأمريكا أكبر والأرقام أكبر، بس هاي بأوهايو في 6081 شخص عندهم الكورونا فيروس وفي 264 شخص ماتوا من الكورونا فيروس بأوهايو. هلأ إذا بدنا نشوف لوكس كاوني يعني توليدو حوالي توليدو مثل بيريزبرغ كمان بلوكس كاوني، الأرقام صار 515 شخص عندهم الكورونا فيروس بقلب لوكس كاوني. أكيد النمرة كبرت، هلأ صار 515 بلوكس كاوني. سو ديروا بالكم حالكم، خليكم بالبيت قد ما فيكم. هلأ أكيد فيكم تظهروا لبرا بس لتجيبوا الأكل وغراض للبيت وترجعوا واصل على البيت، تغسلوا يديكم قبل وبعد ما تجوا، وأكيد لبسوا كمامات للحماية لغيركم ولإلكم كمان. وبلوكس كاوني في 22 شخص ماتوا من الكورونا فيروس بلوكس كاوني. هالنمرة ما غير من جمعة جمعة الماضية بعد الحديث. هلا 22 شخص ماتوا من الكورونا فيروس. في كتير عالم عم بيقولوا لي عن الستيميلس تشيكس انه ما وصلن الستيميلس تشيكس. في ناس وصلن من جمعة الماضية. اذا ما وصلوكن يوم أو جمعة الماضي بيقولوا إنه ثلاثة Wednesday مفروض تقريبا الكل رح يجيبوا الستيميلس تشيكس. سو دير بالكم أكيد اللي ناس عبوا بال direct deposit دغري رح يكونوا قبل من العالم رح يوصلن بقلب البريد. فمن يومين رح يجيكم التشيك الستيميلس تشيك. هلا في ناس بعدهم عم بيطلبوا عن unemployment ما حدا عم بيرد عليهم. فاذا ما حدا عم بيرد عليكم، الحاكم مايك دوين عم بيقول انه بيعرف عن المشاكل عن unemployment بس لان في ضغط على الخطوط. في كتير عالم عم بيطلبوا بال unemployment. فطول بالكم شوي، واذا عايزين شغل الشباب والصبايا بدهم يشتغلوا وعايزين شغل قدرانين يشتغلوا اصلا، فيكن تروحوا على coronavirus.ohio.gov/jobsearch. بعد مرة رح أقول coronavirus.ohio.gov/jobsearch. في فوق 40,000 شغل عم يطلبوا شغيلة، عفوا 40,000 شغل عم يطلبوا شغيلة. شوف إذا حدا عنده سؤال. Thank you so much Aaron. ما في سؤال حديث هلا. فإذا بدكم تقولوا له شيء أو إذا حابين تقولوا لي عن شغلة أو إذا حدا كان في كتير عالم عم بيقولوا عن التكست مسجز عن السكام النصابين الكلون عم بيقولوا إنه في نصابين بيقولون إنه عبوا هاي التكست مسج الاس ام اس عن الستيميلس تشيك، ما تردوا عليهم عنهم دليت. إذا صار معكم قولوا لي خبروني، أنا بدي عارف شو صار وشو عملتوا كمان. سو إذا تحبين قولوا لي شيء أو إذا عندكم سؤال فيكم تبعتوا لي رسالة بالبروفيشنال فيسبوك بيج اسمه زينب شعيب. ف شكرا عمر. Thanks, Libby. I appreciate that. Andrea, thank you. فلحديت هلأ ما في
سؤالات سو رح سكر بس قبل نسكر بدي أقول بعد مرة الأرقام باللوكست كاوني لأن أهم شيء لأن عم بيكبر النمرة تبعت الكيسز تبعت الكورونا فيروس وانتبهوا حالكم في 515 شخص عندهم الكورونا فيروس صار باللوكست كاوني سو انتبهوا حالكم و 22 شخص ماتوا من الكورونا فيروس باللوكست كاوني فإذا ما حدا عندهم سؤال هلأ رح سكر الفيسبوك لايف بس إذا حابين تبعتوا لي رسالة اسمي زينب شعيب فيكم تبعتوا لي اياها و any updates for school لحديت هلا ما في updates بالسكول عم بيقولوا May 1st رح يبعتوا الاولاد يرجعوا بالمدارس بس لحديت هلا اذا غيروا او اذا ما في عندهم صفوف بقى بعد ما قال الحاكم مايك دوين بعده قال انه May 1st رح يرجعوا على المدرسة بس حديد هلا ممكن بيغيروا بكرة ما بنعرف اوكي شكرا على هالسؤال Pam thank you so much I appreciate it مالك شكرا كل يوم بتحضرني شكرا كتير اهلا وسهلا مالك فاذا حابين تبعتوا لي رسالة بعد الفيسبوك لايف فيكم تبعتوا لي اياها اسمي زينب شعيب سو فيكم تبعتوا لي رسالة بس تسكر وبعدين برجع برد عليكم خبر اذا عندكم سؤال واذا انت حابين تقولوا لي شيء فيكم تقولوا لي انا حابة اسمع شو صار معكم بالكورونا فيروس وشو عاملين هالايام من وراء الكورونا فيروس ف رح سكر وبشوفكم بكرة مثل هالوقت كمان كل يوم عم نطلع نحكي بالعربي وبالسبانش وبالانجلش حتى عن الكورونا فيروس وشو قال الحكيم مايك دوين عن الكورونا فيروس so, ان شاء الله بشوفكم بكرة اذا الله رد يلا باي